خير. شوفي من وراها الوقفة قدام الشباك. تعي 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 شوفي مين. بسرعة تعي رح يفوت. الله يبقى قبره حلو. غيث ابن الجيران. ليش شايفة غيره داخل على البناية؟ فهمنا الشيء انه تفهمي اني نعسانة وبتينا. يلا تصبحي على خير. تصبحي على خير. يا خبيثة، ما لقيتي غير ابن قاسي حلال حتى توقعيني؟ مو أنا اللي وقعته، هو اللي وقعني. من زمان كان حاطط عينه عني بس أنا ما كنت معبرته. وهلأ بدك تعبري. برافو عليكي، هي حطيت رجلك على أول الطريق. الحب شو بده ياخذ لك، وبكرة بس تجربيه رح تتشكريني كثير. المهم هلأ بدي أعلمك كم فصل لحتى نوقعه على راسه. قلت لك وقع وخلاص. فيها شيء إذا وقعنا كمان؟ إيه امشي لقلك. والآنسة هلا ما شفت بابا. مو ملاحظة إنه مرح ما عاد وقفت معنا وطول وقتها مع دانا؟ ما عاد شو فيها غير عم تمدد وتتهامسوا. يا ترى شو في بيناتهم؟ بتعرفي صار لازم نتدخل ونقذ مرح قبل ما تنجر وراها. مين هي اللي بتنجر مرح؟ مستحيل. ليش بقى مستحيل؟ مرح أكثر وحدة عندها استعداد لتنجر وراها. نسيتي؟ نسيتي قديش أهلها كافسين على نفسها؟ لك مانعينها حتى تتنفس. امشي. شو القصة مرح؟ من إمتى بتجي على المدرسة ومالك حل المسائل؟ أنا آسفة يا أنسي بس انشغلت شوي وما قدرت حلون. يمكن لو طالبة تانية عم تحكي هالحكي كنت عذرتها. بس مو مرح أشطر طالبة عندي بالصف. خلص بوعدك المرة الجاية حلون كلهم. المشكلة إنه تقصيرك مو بس بحل التمارين وكمان طول الوقت وإنت شاردة كأنه مالك معنا نهائيا. حبيبتي قليلي، في عندك شي زر بالبيت مضايقك؟ لا ابدا ما في شيء. طيب عادي منتبهي مرح. ورجيني لشوف. مرح، انا قبل ما اكون مشرفه بهالمدرسه جارتكم، فما في داعي تخبي عني شيء. عن جد ما في شيء خبي عنك. وتراجعك بدروسك شو سببه؟ يعني اذا يوم جيت ماني كاتبه وظيفتي مو معناته اني متراجعه بدروسي. ايه بس هي مو اول مره بتجي فيها بلا وظيفه. في كتير بنات بيجوا على المدرسه ما هم كاتبين وظايفهم، ما حدا بيحكي معهم. ليش انا وقت نسيت وظيفتي مره واحده كلهم صاروا بدهم يحاسبوني؟ شوفي مرح، لو ما كنتي انت من الطالبات المتفوقات كنا قلنا هذا شيء طبيعي، بس انت من البنات المجتهدين وتراجعك اكيد في له سبب. مرح حبيبتي احكي لي، في شي لي قلبك؟ ماني مرتاحة، ماني مرتاحة. هون ولا بالبيت؟ بالبيت. ضغط أبي وشكوا فينا ما عم يخليني أعرف ركز حتى بدراستي. بس يا مرح، ضغط أبوكي ماله جديد عليكم، من وقت ما سكنتوا عنا بالبناية وأبوكي هيك. بس قلي لي شو سبب تراجعك بدراستي؟ هذا هو، هذا هو. بس أنا ما عاد فيني أتحمل. بدي أكون مثلي مثل كل هالبنات. بدي أطلع، بدي فوت، بدي أطلع رحلة، بدي أحب، ما بدي أحب، ما بدي أحب، بدي أسمع غنية بدون ما أنضرب ويتمسع فيني الأراضي. بعرف إنه كل الأهالي بتخاف على أولادها، بس مو هيك، مو هيك. ملاحظة معي إن مرح عيونها عم يلمعوا زيادة عن اللزوم. من لمعتهم
طلعي بعيوني، عميل معه شيء؟ الآن من شك أبوك بلماته؟ خايفة، خايفة يكون بيعرف يقرأ لغة العيون. ليش عيونك مخبية شي بخوف؟ عم تتسلي فيني هلا؟ أبوك شك وخوفه علينا بخوف يلي بأمره ما خاف. كيف اللي عامل عملة مثلي؟ ليش أنت شو عاملة؟ حابة، حابة هيك وبكل بساطة. معناها استني حبل المشنقة يلف حوالين رقبتك قريبا جدا. عم قلك حابة بدليلي حبل المشنقة. يا مرح وينك؟ حكيتي؟ راحت؟ قال حابة قال. يا فتاح يا علي ما انت الصباح. خلص بقيني انتي، انا بطلع بجيبه. ماشي طول. الحمد لله، الحمد لله ماشي. يا لطيف ما أقواكي لك أنا باشبك. تعرفي مخباية بتيابك علمناكي عش هذا سبقتين على البواب. أعطاكي موعد لسا؟ بس اليوم الصبح وأنا نازل من البيت وقفي عراس الدرج ليصبح علي. ما خفتي أبوك يشوفي؟ بابا بالعادة بينزل بكير على الشغل، يعني مأمني. طيب بعد ما صبح عليكي شو قلت؟ بسمني ابتسامة عريضة وضل لاحقني هيك لحتى وصلت على الميكرو. الغي شو بيشتغل؟ دكتور. دكتور؟ والله وعرفتي تنقي وحلو هيك مثل أمه. أمر أمر مصور. مرح شوفك بالفرصة، تعي لهون لشوف. نعم أنسى. شو مشيكي مع دانا؟ هي رفيقتي. يا سلام، وما لقيتي غير دانا تمشي معها؟ دوري على وحده من اخلاقك تمشي معها. هلا ورايح ما بدي اشوفك معها. نو يلا على صفك قوام، مفهوم؟ وناقصني غير الخفاش الاسود تتحكم فيني ورفقاتي، ما بكفي الدكتور اللي عندي بالبيت. بس كلمة واحدة، والله ما بأخركم. طيب رقم تليفون بس. خلص امشي 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 امشي. يا ما راح اصحي، مشان الله تصحي بقى. غيس اذا كان وقف هذا الشاب الصايع عند حده فهذا لانه نحن بنات جيرانه، ولانه غار وطار حقله وقت شافه لاحقنا. وانتي شو عرفي؟ حكيتي معه شي؟ سألتي؟ يا ستي لا حكيت معه ولا سألته، بس وزنية بالعقل تلاقي تصرف غيس كتير طبيعي. شاب شاف بنات جيرانه لاحقن شاب أزعر مثل هاد، شي طبيعي تكون ردة فعله هيك. غيس شاب متربي وابن عالم وناس، وإذا ما أعطاكي وش مو يعني ندلق حالنا عليه دلق. أنت اللي بتندلقي مو أنا، ولا تحكي معي هيك تاني مرة، فهمتي؟ غيس أكيد معجب فيي. لما كان معجب فيي ما كان خاطره نزل يتخانق مع هيك شاب. أنا اللي بعرف غيس عم يتدلل عليه شوي لأني بينت له قديش أنا معجبة فيه، بس إلا ما يجي وقت ويركض وراي يركض وقتها رح أطلع من السجن اللي عايشته لحياة حلوة حلوة كتير كلها حب سعادة. بدي أفهم ليش معصبة؟ ما أكلتي ولا أمي؟ هيك داعي أخليني عادي. شو الجديد؟ يا فرح فيني إن شاء الله، أنا إذا ما حكيت لحدا بموت من فشل. احكي معي بلكي ترتاحي. بالله مشان بلش حضرتك تعطيني مواعظ. ما راح، أنا خايفة عليكي خصوصي من الشغلات اللي بديتي تعمليها آخر مدة. هلا بزمتك هي الشغلات اللي عم تلوميني عليها مو تصرفات عادية بتتصرفها أي بنت؟ صحيح.
بس نحن غير. ولا نسيتي أبوكي وشكوا غيرته علينا؟ لسه شكوا غيرته علينا؟ رح يلفوا حوالين رقبتنا ويخنقونا مثل حبل المشنقة. لك حتى المحكوم بالإعدام بيسمحوا له يتنفس قبل ما ينفذوا حكم الإعدام فيه. كتير مكبرة القصة مرح. شبكي حالك تتعودي. ايه بتعود عليها، بس لما ببطل شوف البنات اللي مثلي شلون عايشين. طيب لو فرضنا انه ابوكي كان عطينا حرية، شو كنتي عملتي؟ والله العظيم ما كنت ساويت شيء، وانتي كمان ما كنتي ساويتي شيء، لانه نحن مربايين بنعرف نفرق بين الصح والغلط. بس المسجون دائما بحب يطلع من السجن ويشوف شو في برا، حتى لو كان زبالة، لو كان مقبرة. سكري سكري هالشباك اللي يفوت علينا هلا. هي اول مرة بقعد لحالي بالبيت. حلو الواحد يحس بحرية، هيك بيعمل اللي بده اياه. شو رح تعملي هلا يا مرار؟ وانتي اللي ما بتعدي لحالك بالبيت الا كل 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 شي 100 سنة مرة. فرصة وهيك بتضيعيها. أحسن شي تفرج لي على شي مسلسل. صار لي زمان ما شفت شي بالتلفزيون بدون ما تراقبني نظراته. ايوه قبلي. ايه غيث موجود. مين بيريده بالله؟ ايه بعرف انه بنت على عيني، بس الاسم بالله ايه على راسي على راسي. شرف حبيبي. واحد بدي اياك. الو. مرحبا غيث، انا مرح. حبيت اتصل فيك واشكرك على الموقف الشامي اللي عملته اليوم. ولو مرح، يعني هذا واجبي. غيث انا مرح. احكي لي شو القصة. انا مثل اخوك. بس انا ما بحسك مثل اخي. انا معجبة فيك مرح. الله يخليكي. انا هلا ماني فاضي لمسحك اذا بتريدي. انا ما عم بمزح، انا معجبة فيك، انا عن جد معجبة فيك. وانا كمان بدي اقلك انه يعني انا بحبك، وحقيقي لك انه انا بحبك. قلت لك انا مو فاضي لهذا الحكي. انت واختك متربين معانا، نحن مثل الاخوات. خلص بقى عقلي حاجة جنان. انا ماني فاضي للتسلاية يا مرح. طيب يا غيث، اذا ما بخليك تندم لانك استخفيت فيني وبمشاعري، ما بيكون اسمي مرح. شو مفكر حالك؟ انا 100,000 واحد بيتمنوا انه يشوفوني، بيتمنوا انه يحكوا معي. خلصتي مرح؟ لا لسه ما خلصت، وبكره رح اثبت لك انه فيني احكي مع مليون واحد احلى واحسن منك.